السلام عليكم. اليوم نتكلموا على ملعب براقي وعن زيارة اللي قام بها الوزير العمران والمدينة إلى هذا الملعب البارحة في الليل، يعني في الفترة المسائية. صرح بأنه يعني الأشغال انتهت 100%. هذه حاجة مليحة، أو العملية تاع الأشغال انتهت 100%. والشيء اللي استغربته هو انه قال ان يعني السعه نتاع الماركن نتاع السيارات نتاع الباركينغ نتاع الملعب هي 250 الف سياره لملعب يتسع ل 40 الف يعني مقعد، يعني 40 الف شخص، والسعه نتاع يعني الباركينج 250 ألف. هذه الشغل استغربت، يعني السعة، يعني العدد، يعني العدد هذا الرقم تاع 250 ألف شغل بان لي غير منطقي. وكذلك ملاحظة أخرى أنه على حسب ما سمعت يعني من تصريحات أخرى أنه بعد انتهاء من الأشغال هذه سوف تنطلق الأشغال بربع ملاعب جديدة، وهي ملعب قسنطينة وذكر ملعب عنابة في عنابة وملعب في بشار وكذلك ملعب في ورقلة. إذن هذه الأربع ملاعب. والاستغراب نتاعي هو عندما تكلم يعني المصادر هذه تكلمت عن ملعب عنابة جديد، في حين أنه يعني كل مؤشرات كانت تتكلم على ملعب سطيف، الانطلاق بملعب سطيف، يعني سطيف الفريق تاع سطيف يعني والألقاب والمدينة وكذا، هو يعني أقرب لأن يكون فيه ملعب كبير، وخاصة بعد ما كان فيها تعهدات من الوزراء اللي من قبل تعهدوا بالملعب تاع سطيف. أتفاجأ بذكر ملعب عنابة جديد في مكان ملعب سطيف، وهذا أمر أظن غير منطقي، فيه ولا ربما تفسير لهذا التصريح هذا. نخلي يعني الوقت الأيام القليلة القادمة سوف يعني تفسر لنا هذه التصريحات. يعني إذن في النهاية نقول هنيئا للشباب الجزائري بهذا الملعب الرائع اللي ينضاف إلى ملعب تيزي وزو، وكذلك ملعب وهران، وعن قريب يكون فيه ملعب دويرة، وإضافة إلى ملعب سيق وملعب عنابة الذي سوف يرمم ويعني بحلة جديدة، وملعب قسنطينة. كل هذه الملاعب وملعب خمسة جويلية راح يكون فيه تغطية. كن في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.